ضربات قاسية تتلقاها ميليشيات الحوثي وصالح في جبهة صرواح غرب مأرب، ذلك بعد عملية الالتفاف الناجحة التي قامت بها الوحدات العسكرية المرابطة في جبهة صرواح. مصدر في المقاومة الشعبية يقول إن قوات الجيش الوطني والمقاومة تمكنوا من الوصول إلى محيط النصيب الأحمر المطل على منازل مركز المديرية والذي تتحصن فيه ميليشيا الحوثي وصالح. عدد من المسلحين الحوثيين قتلوا في محيط النصيب الأحمر، وما تزال جثثهم مرمية على الأرض. أما في معارك الساعات الأخيرة فقد تمكن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من تحرير 3 باب من قرون الحماجرة جنوب غرب سوق صرواح، واغتنام أسلحة وذخائر في تلك المواقع المحررة. مصدر ميداني قال إن المعركة استشهد فيها جندي من الجيش الوطني وأصيب 4 آخرون، موضحا بأن الجيش الوطني تمكن من أسر عدد من المسلحين الحوثيين بينهم القيادي صالح نهشل الحمراء. في غضون ذلك واصلت مقاتلات التحالف العربي شن غارات مكثفة على مواقع الميليشيات الانقلابية في سوق صرواح والمواقع المجاورة له، استهدف عددا من الآليات العسكرية والتي دمر أغلبها بالكامل. انهيارات وخسائر كبيرة في صفوف الميليشيات الانقلابية والتي أصبحت تلفظ أنفاسها الأخيرة. عبد الله بوسعد، قناة سهيل، مأرب.